السلام عليكم ورحمه الله اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه البروف ليرنينج في الفيديو دوت هشرح ازاي نقدر نقرب الاعداد والكسور العشريه لاقرب جزء من ألف، فيلا بينا لكن في البدايه تعال نفتكر القيمه المكانيه للاجزاء العشريه في العدد العشري يعني مثلا في العدد اللي قدامك دوت واللي هو 11 و7800 وستون جزء من عشر آلاف هنلاقي إن الرقم سبعة هنا بيمثل خانة الجزء من عشرة والرقم 8 بتمثل خانة الجزء من 100 والرقم 6 بيمثل خانة الجزء من 1000 والرقم 2 بيمثل خانة الجزء من 10,000 وبالتالي بنقدر نقول ان خانة الجزء من 10 هي الرقم الاول بعد العلامة العشرية وخانة الجزء من 100 هي الرقم الثاني بعد العلامة العشرية وخانة الجزء من 1000 هي الرقم الثالث بعد العلامة العشرية وخانة الجزء من 10,000 هي الرقم الرابع بعد العلامة العشرية ودلوقتي تعالى نشوف قاعدة تقريب الأعداد العشرية لأقرب جزء من ألف، في الواقع لما بنيجي نقرب الأعداد أو الكسور العشرية لأقرب جزء من ألف، فبيكون عندنا حالتين، بس لازم الأول ننظر للرقم اللي موجود في الخانة اللي قبلها، واللي بيمثل خانة الجزء من عشر آلاف، فلو كان الرقم موجود بخانة الجزء من عشر آلاف أصغر من خمسة، يعني صفر أو واحد أو اتنين أو تلاتة أو أربعة، فبنحذف جميع الأرقام اللي بتقع على يمين خانة الجزء من ألف. أما لو كان الرقم موجود بخانة الجزء من ألف أكبر من أو يساوي خمسة يعني خمسة أو ستة أو سبعة أو تمانية أو تسعة فبنزود واحد بالرقم اللي في خانة الجزء من ألف وبنحذف جميع الأرقام اللي بتقع على يمين وعلشان تفهم أكتر تعال نطبق القاعدة ديت على شوية أمثلة المثال اللي معانا بيقول قرب كل من الأعداد الآتية لأقرب جزء من ألف والعدد الأول معانا هو خمسة وثلاثة آلاف ستمية واحد واربعين جزء من عشر آلاف زي ما اتفقنا عشان نقرب العدد دوت لأقرب جزء من ألف يبقى هنركز على الرقم اللي موجود في الخانة اللي قبلها واللي هو الرقم الرابع بعد العلامة العشرية فهنلاقي إن هو هنا الرقم واحد وبما إن الواحد أصغر من خمسة وبالتالي يبقى هنتجاهل الرقم واحد وكل الأرقام اللي بتقع على يمينه وهيكون تقريب العدد دوت هو خمسة وتلتمية أربعة جزء من ألف ودلوقتي تعالى نشوف العدد اللي بعد كده العدد الثاني هو ستة وألفين تلتمية واربعين جزء من عشر آلاف زي ما اتفقنا عشان نقرب لأقرب جزء من ألف يبقى هنركز على الرقم الرابع بعد العلامة العشرية واللي هو هنا الرقم تمانية وبما إن التمانية أكبر من الخمسة يبقى هنروح نزود واحد إلى خانة الجزء من ألف يعني نزود واحد على الرقم أربعة وبالتالي هيكون تقريب العدد دوت هو 6235 جزء من 1000 ودلوقتي تعالى نشوف عدد كمان العدد اللي بعد كده هو 72354 جزء من 100000 هنركز هنا برضو على الرقم الرابع بعد العلامه العشريه واللي هو هنا الرقم 5 وبما ان 5 بتساوي 5 يبقى هنزود 1 للرقم 3 ونهمل باقي الارقام اللي بتقع على يمين الرقم 3 وبالتالي هيكون تقريب العدد دوت هو سبعة وأربعة وعشرين جزء من ألف، وخد بالك إننا حذفنا كل الأرقام اللي بتقع على يمين خانة الجزء من ألف بعد التقريب، أما لو كان العدد بالشكل دوت سبعة وتسعة آلاف تسعمية ستة وتسعين جزء من عشرة آلاف، فزي ما اتفقنا هنركز على الرقم الرابع بعد العلامة العشرية، واللي هو هنا الرقم ستة، وعلشان الستة أكبر من خمسة يبقى هنزود واحد للخانة اللي قبلها، يعني نزود واحد للتسعة فيكون الناتج عشرة وطبعا ما ينفعش نكتب العشرة مرة واحدة في خانة الجزء من ألف عشان كده هنضيف واحد إلى خانة الجزء من مئة فهتدينا برضو عشرة فنروح نضيف واحد كمان للجزء من عشرة فهيطلع برضو عشرة وبالتالي يبقى نزود واحد للعدد الصحيح واللي هو السبعة وبالتالي يصبح العدد بعد التقريب هو ثمانية ودلوقتي تعالى نشوف آخر عدد معانا هنا لازم نكتب الأول العدد دوت في صورة عشرية زي كده وبعدين نركز على الرقم الرابع بعد العلامة العشرية واللي هو هنا التلاتة وبما إن التلاتة أقل من خمسة يبقى هنتجاهل الرقم تلاتة وكل الأرقام اللي بتقع على يمينه وهيكون تقريب العدد دوت هو أربعة و واتنين جزء من ألف ولازم تبقى عارف إن بعد التقريب لأقرب جزء من ألف بيكون العدد به تلات أرقام عشرية على الأكثر وبكده نكون عرفنا إزاي بنقرب الأعداد والكسور العشرية لأقرب جزء من ألف في النهايه اتمنى يكون الشرح كان واضح وبسيط ولو في اي اسئله اكتبوها لي في التعليقات اشوفكم على خير مع السلامه